يا باشا هو اللي كبس عليا، انا واقف هو اللي خبطني هو الغلطان. شفت كل حاجه رخصك بقول لك. اتفضل زي ما انت. حصل حاجه في العربيه يا رخص؟ مش معلش، هو دلوقتي هياخد منه اكيد. حاسفين جدا يا فندم، حاسفين جدا. اتفضل. ايه ده يا باشا؟ ده كده هيمشي وحقي هيضيع. حق مين يا ابو حق؟ حق مين؟ اوعى يا راجل، ما تخافش يا راضي، ما تقلقش، انا هجيب لك حق. اوكي؟ تجيب له حقه من مين؟ هو الباشا مين؟ انا مصري. وايه يعني؟ مصري وظابط، مصري وكيل نيابه. هو لازم يعني ابقى مصري وحاجه عشان اعرف اخد حقي يعني؟ يا باشا مش الشرطه في خدمه الشعب. الكلام ده كان زمان يا حبيبي، دلوقتي الشرطه والشعب في خدمه الوطن. اوكي، ومين بقى اللي كان في العربيه؟ الوطن؟ مش عايز معارضه، بطاقتك. اوكي. اوكي، هو ماشي الوطن يا راضي اللي كان راكب العربيه ده؟ الوطن. انا معايا ده بطاقه تموين يا مصري. بس اسكت. طيب ممكن حضرتك تيجي معايا سياده اللواء؟ شور، اتفضل. لواء ما تخافش، بقول لك انا هجيب لك حقك. اوكي، امشي معايا. اتفضل. يلا يا راضي، اتفضل. تأمرني؟ انا عايز حق الراجل ده. لا مش ده طبعا. راضي، اذا كان الراجل نفسه ساب حقه ومشي علشان يعيني مصري، لكن انا مواطن امريكي. اوكي، وعايز اخد له حقه عشان هو ما عملش حاجه. يعني انت بتهددني عشان انت مواطن امريكي وباسبورك حميك ومحدش يقدر يلمسك؟ يا اوكي، اكزاكتلي، بالظبط كده. اوكي، انا بهددكم علشان انا مواطن امريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي. طيب ممكن تقولي الكلام ده في الميكروفون عشان العساكر تخاف منك؟ اوكي اوكي، انا مواطن امريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي، شفت خافوا ازاي؟ حضرتك امريكاني؟ ايوه يا سيدي، ايوه ايوه، قلت انا امريكاني وماي باسبورت ده حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي، واقول لك حاجه كمان، واقدر ادي اي حد بالجزمه. اوكي، ايه السخونيه دي؟ ايه الهوا ده؟ يس، ايوه كده يا رجاله، صح، انتوا صح، انتوا لازم تعبروا عن رايكم وتعملوا مظاهرات، صح، ولازم تاخدوا حقكم. قوي برضو يعني امريكاني بقى؟ نو 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 نو، لا استنى، ده ماي باسبور هو اللي امريكاني. يا انما انا مصري. يا انا مصري عادي، بص اهو، حتى بص مصري، ده كمان اسمي مصري، وانا مصري وابويا مصري، بسماري ولوني مصري. يا بص عليا، وماي باسبور ده مش حميني. اوكي، واي حد عادي ممكن يديني بالجزمه عادي خالص، صدقني. انا كمان حتى اكتر اغنيه انا بحبها بتاعت هقول بتاعت نازلي عجرم، عارفها دي اللي بتقول انا مصري وابويا مصري؟ كمان مش حافظ اغنيه الفنانه نانسي عجرم؟ والله حافظها، والله حافظها. لا. انت ازاي تعمل كده؟ انت وطي عشان تاخده يا امريكاني. Oh.
money. My fucking passport. Cell phone. Oh my God. Hi. أهلا فندم مساء الخير. هاي. I'd like to check in please. تحت أمر سيادتك يا فندم جدا. استاذن سيادتك بس في جواز سفر عشان أنا آسف جدا 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 مسحت بيانات حضرتك. اوكي. اوه ماي جاد. بس ممكن أقول لك حاجة تعالى بس. ماي باسبورت ضاعت. المصري ولا الأمريكاني؟ الاثنين. الأمريكان ضاع والمصري طار. أنا طيرته. يعني حضرتك دلوقتي لا مصري ولا ياباني ولا امريكاني. يعني ممكن تعتبرني كوري. كوري؟ لا انا اسف والله لازم اي اثبات شخصيه بس. ايه ماك ما بليز انا كده احنا في الشارع. انا اسف انا ينفع. قل وأشكر. Excuse me. هو مفيش منيو؟ بس إيه ده؟ هو أنتوا كلكم طالبين نفس الأكل؟ إن شاء الله. هو نفس الدرينكس ونفس البطاطس و... رضا. You know حلوة يعني الستايل والفكرة بتاع في المطعم دي انه يبقى كده وان تيبل كل الناس الحمد لله ده انا والشيف مش عايز حد يوم جعان الحمد لله كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم يا رجاله الف سلامه الف سلامه يا استاذ لو سمحت امرني الاكل حلو جدا من انا والشيف ثانك يو بس هو انا يعني مش عارف حساب كام انا بس معايا 10 جنيه حساب ايه انت عايز تضيع عليا الثواب يا ابني كل سنة وانت طيب حط فلوسك في جيبك رمضان كريم يلا يا ابني شيل الحاجات اللي هناك دي طب انا كنت عايز اكل ديزرت عندكم ديزرت كام رقم راضي ده كام رقم راضي لازم افتكره لازم 0 1 2 يا 0 1 2 5 اوكي اوه يا 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 اونلي وان ليفت كان كام اخر رقم كان اخر رقم يا مساء الخير يا باشا
نعم. ايه كنت بفتكر اخر رقم. ربنا يكرمك تساعدني، متاخر على اجر الاوضه. انت عندك اوضه؟ يا بختك. طب ممكن اجي ابات عندك؟ ايه ناقصه؟ طيب ما عندكش قلم في الاوضه دي؟ عايز افتكر بس رقم اكتبه كده. خد يا حاج. اوكي. خد. ايه ده؟ لحم. هو انت ليه بتوزعي لحم؟ قصر الديب فريزر في بيتنا اتملى، فقلت انزل اوزع اللحم. اوزعها يا عم للغلابة. اوكي ثانك يو. بس انا مش غلبان. امال انت ايه؟ نو انا مصري. تبقى غلبان، خد اللحمة. انا اسمي مصري اوكي، انما انا اصلا امريكان. اهو انا امريكان. وإيه اللي مدهولك بالشكل ده؟ كنت في مظاهرة ضد أمريكا. يعني أنت جاي من أمريكا لمصر عشان تمشي في مظاهرات؟ نو مش هو ده الحكاية. هو أنا اللي حصل يعني. بصراحة كمان أنا كنتش متخيل أبداً إن الناس هنا كده بتكره أمريكا قوي. يمكن عشان ما بتعرفش تتخيل. طيب أنت مصرية ها؟ طيب ممكن أسألك على حاجة؟ أنا عايز أروح أي مكتب يكون بتاع اتصالات. لا صعب. تعال اركب معايا العربية وأنا أوريك إن المصريين جدعان. هوديك. تعال. ثانك يو. وده أعمل لو سمحت. لا نعم. أنت غلبان؟ كلنا غلابة لله. طيب اتفضل. أمين يديك الصحة. فيك شر البلاوي. فيك شر من يجيك يا ابني. يديك الصحة. ثانك يو. كل ده ثانك يو. شايف حالي عامل ازاي؟ يلا. هاي. الو، اهلا وسهلا. انتوا مكتب اتصالات؟ مظبوط يا فندم. رايت. اوكي طيب. ممكن اعمل اتصال؟ لا يا فندم، احنا شركة اتصالات. حضرتك لو عايز تعمل اتصال او اي تليفون في كشك بره ممكن تعمله منه. اوكي سوري. اوكي نورت. ثانك يو. اوه ماي جاد. اكسكيوز مي، اي وانا ميك كول بليز. الله يسهل لك. انا عايز اعمل تليفون لو سمحت، وكمان عايز ازازة مية. ازازة المية بجنيه ونص عندك في الثلاجة هنا. اوكي ده الرقم اللي انا عايز اكلمه. ايه بس الرقم ده ناقص نمرة. يا اي نو، انا مش فاكره. احنا هنهزر يا استاذ. ايه النمرة عشان نخلص؟ يعني هو لو مش 1 او 2 ممكن يبقى 3، احتمال 4، لو ما طلعش 5 نجرب 6. انت عايز تعمل كام مكالمة؟ يعني انا هجرب يعني، بس اكيد مش اكتر من 10. طب هدي تحت الحساب. اتفضل. اوكي. ايه ده؟ انا اول مرة اشوف حد مربي موبايل. هو انت ليه ربطه كده؟ هو بيعض؟ ما هو لو كان بيعض ما كانش 3 اخواته اتسرقوا مني قبل كده. اوكي. هلو؟ الو؟ ممكن اكلم راضي؟ راضي مين؟ محدش هنا اسمه راضي. واحد. هلو؟ الو؟ اكلم راضي؟ راضي؟ اقفل يا اهبل. اثنين. اكلم راضي لو سمحت؟ طب ما تنفعش عبير؟ ثلاثة. هلو؟ الو؟ اكلم راضي؟ اتكلم راضي؟ بطل معاكسات ياض يا ابني. أربعة. اكلم راضي؟ خمسة. ايه ده؟ ترد ليه كده وانت هتموت؟ ما تردش. سبعة. اكلم راضي؟ اقفل يا عيل يا جزمة. ثمانية. هاي. ايوه. راضي. مين معاك؟ راضي انا مصري. ايه يا ما كلنا مصريين. بدور عليك. الحقني يا راضي.
ثانك يو يا راضي. بس تصدق الراجل ده بيخسر؟ ده بيبيع الميه بجنيه ونص مش ب30. انا اتمرمنت قوي يا راضي، انا اتمرمنت. انا مش عارف ازاي اعيش كده. عادي زي ما كل المصريين عايشين. راضي ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغايه ما نشوف انا هعمل ايه؟ اوكي ابوس صدرك. اجل الرجوله والجدعنه اللي عملتها معايا مع الضابط، انا مش هسيبك في ازمتك. يعني ايه مش هتسيبني في جزمتك؟ اشرب اشرب قبل الاذان اشرب. ايه ده؟ ده انت اتمرمطت بجد. اه والله يا سمعت حاجه؟ الاذان اركب. ده عطشان قوي. اه طب بقول لك ايه، الكاميرا والشنطه بتاعتي فين؟ معايا اركب. ثانك يو. وطبعا مش فاكر بيتكم القديم وهتدوخنا. لا طبعا فاكر، هنا في القاهره. قالنا ساعة بنلف، عمال تدخلنا في شارع وتطلعنا من التاني واخرتها. أعمل إيه بس الشوارع كلها شكلها متغير، أنا مش فاكر ولا شارع. أنا افتكرت حاجة، كان في واحد بيعدي تحت البيت بيبيع فول. حراتي ولا مدمس؟ أنت يعني بتمتحني يعني؟ مدمس طبعًا. وكان بيعدي كل يوم كمان. أنا كنت فاهم إنه بيعدي يوم أو يوم لا. ارحم امي العيانه، افتكر حاجه تانيه. طب ممكن نسال حد طيب على اسم الشارع ده اللي انا مش عارفه؟ راضي ذات سيت يا راضي، اهو شارعنا اهو. انت متاكد؟ اه طبعا طبعا متاكد. I can't believe it. Thank God. يلا روح بقى، روح بسرعه هناك. شارع بستان المها مهاميز. يا راضي اهو، هو ده هو ده الشارع بتاعنا راضي، شارع بستان المهاميز ده، ودي العماره بتاعتنا. ايه دي؟ انت متاكد؟ طبعا راضي متاكد، انا انسى اي حاجه في الدنيا الا العماره اللي انا لعبت فيها وتربيت وانا صغير يا راضي. واو ثانك يو سو ماتش، ويا ريتك ما كبرت. سلام. ثانك يو راضي. اوكي مان اوكي، تيك ات ايزي. شارع بستان المهاميز، يعني اللي ساكنين فيه هنا مهاميز. ها اكسكيوز مي مهموز، اكسكيوز مي مهموس مهموس. اوكي او ماي جاد واو يا لو سمحت. مش دي عمارة ستة؟ دي عمارة 26. اه ما هو عدى 20 سنة أكيد بقت 26. طب في هنا ساكن واحد اسمه سعيد عواد. سعيد تختخ؟ يا سعيد تختخ يا. هو ساكن هنا في 26. أوكي. مش في 6. ثانك يو. لا. ثانك يو. يا عجزت قوي. كوم داون كوم داون. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ نو نو انا مش حرامي، انا مصري، انا مصري. ويعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. نو انا مش حرامي، انا مصري يا شيخ. اتقي والله، حتى في رمضان بتسرقوا. شيت
هاي هاي اوشيت ولا تعالى هنا لا يسرقك نو انا مش سريق انا ما انا ما انا مصري او 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 انا مصري العربي انت سعيد دكك الله سعيد انت بتصاحب حراميه استني بس يا بابا ده مصري العربي يس 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 وحشتني ثانك يو اوكي بلاش بوس بلاش بوس بلاش بوس سعيد بلاش بوس شت